مطحون طحم تماما وتعبان وبيعاني المرين. انا بقول له لحضرتك، انا بصفه شخصيه قريت المشهد بالبدايه، هذا المجلس هو تكمله المؤسسات الدستوريه الموجوده في الدوله. يعني انا عايز اقول لحضرتك، لا يعني انت بس بتكمل المؤسسات ولا هقول لحضرتك انا جاي سيبني ولا المؤسسات تشتغل؟ هوضح يعني انا بكمل الله. اللوحه ولا هقول لحضرتك استناني بس كويس استناني بس تكمله مؤسساتي انا عايز مجد ده بالعكس يا فندم اديني الفرصه انت اقوى من الحكومه لانك تستطيع انك تطيح بها يا فندم اديني الفرصه اعبر انا بختصر الطريق هقول لحضرتك ازاي اولا لابد ان مؤسسات الدوله تكتمل وتمارس عملها حتى نكون دوله ديمقراطيه تماما وكل الدول هتتعامل مع مصر باكتمال مؤسساتها الدستوريه. انا اما بروح لوزير صحه مثلا كنا عيناهم بقى وخلاص ولا انتخابات ولا مصاريه استناني يا اخي انت نجوم بالتعيين اديني في الكلام اتفضل ما عنديش ميزانيه ما لاقيش مش قادر اعمل انا بلجأ في دائرتي على سبيل المثال للقوافل الطبية لتكريم المرأة المعيلة لتكريم الطفل اليتيم لحاجات من جيبي الخاص. افتح جمعية خيرية يا ست ما انا فاتح جمعية خيرية بس انا عايز اقول لك سيادة النائب احنا عندنا لجان نوعية 25 لجنة بتسير اعمال انا وقت مش جاي اكلمك عن انجازاتك الانتخابية ولا يعني عايز وسألنا عنك في اسوان طيب محترم ماشي خلينا بس انا عايز اقول لك برضه مش محترم انا عايز اوصل لك لحاجة اني انا بكلمك عن انه الناس مش لاقيه تاكل تقول لي انا بعمل قوافل بتاعه ماشي ماشي انت الناس مش لاقيه تتعالج يا ما هو قافلتي وبتاع ايه؟ هقول لحضرتك حاجه ما هو الدور اللي على الحكومه اذا كان احنا عندنا عجز في تجيب وزير الصحه كده وتقول له لن نسمح لك ده بقول بانك تموت الناس في المستشفيات لن نسمح لك بانه منظومه الصحه تنهار ويتم تقديم فين قانون تامين الصحه انتوا مصدرينهم الحكومه بالنسبه طيب. بالنسبه للحكومه الحقيقه طبعا احنا بس مش عايزين الكلام يفلت مننا احنا عايزين نتكلم اكلمك وزاره وزاره واقول لك شغاله ازاي عشان تعرف ان احنا اللي مسيرين الحكومه مسيره مجلس النواب انا ليا اوعى تفكر ان احنا وافقنا على بيان الحكومه كده لا لا وافقنا على بيان الحكومه لا لا خالص خالص ازاي بقى احنا قعدنا نناقش وكل نائب طلع على المنصه في مجلس النواب وقال وجهه نظره في بيان الحكومه وبعد ما قال وبعد ما شرح رئيس الوزراء الخطه من غير ما وافقكم وادونا كتيبات معينه قعدنا من غير ما وافقكم اكتر من 20 يوم ده كله لا يا استاذ عاطف ده بتتكلم شاشات التلفزيون قبل ما احنا نعيد البث بعد الساعه 10 في الاعاده كاعاده انت ما تعرفش حاجه عن تعاون الجنيه ورفع ازاي مين قال ده احنا عاملين حلقتين هنا لا هو بيتكلم عن الحكومه لم تحترم المجلس ولم تناقشه في كل